صباح الخير حبوباتي، واش راكم؟ واش حوالكم؟ ان شاء الله تكونوا كاع ملاح كي الحق مدى الفيديو. اليوم فيديو بزاف شباب في بلادي العزيزه الجزائر، بصح حبيت قبل يعني ما نبدا هذا الفيديو نشكركم بزاف بزاف يعني على كاع التعليقات الشابه اللي جاتني في الفيديوهات الاخيره اللي درتها في البلاد، وعلى اللايكات نتاعكم على الميساجات كاع اللي لحقوني. نقول لكم ربي يخليكم، ميرسي بوكو، يعني بكم نتوما اللي ندير الكوراج وراني نحبط لي فيديو. شوفوا لا راني مصوره بزاف لي فيديو هنايا في الجزائر، يعني ملي جيت كل ما تصح لي الفرصه نصور، ولكن البروبليم تاعي شكون ما عنديش الوقت باش ندير المونتاج، وعندي بزاف لي فيديو تخلطوا اللي تلفت لي كاعك باش ندير المونتاج، ودي فوا ثاني تيك الكونيكسيون تهبلني، يعني باش نتيليشارجي ان فيديو في اليوتيوب ياخذ لي وقت. مي معليش ان شاء الله ماشي خساره فيكم، راني نحاول اني نكون حاضره معكم ونسي شو نبوستي لكم لي فيديو بشويه بشويه. اليوم فيديو سبيسيال بالنسبه ليا باسكو كيما شفتوا في العنوان فلوغ بومرداز. اليوم صورت لكم تحويسه هكا خفيف ظريف في بومرداز، يعني بالنسبه للمتابعين جداد ديالي انا بنت بومرداز، يعني انا من ولايه بومرداز وبالضبط يعني من مدينه بودواو، ولكن كيما راكم تشوفوا هذو الطرقات اللي صورتهم لكم كامل كامل عندي دي سوفونير بزاف شابين معاهم. الطريق تاع لافاك، يعني انا قريت في لافاك تاع بومرداز كليه الحقوق في لينيم، يعني معروفه بلينيم، جماعه بومرداس يعرفوها. وهنا كما راكم تشوفوا ديك الطريق اللي صورتها لكم كامل، يعني كما قلت لكم عندي فيها ذكريات. انا قريت لتما، بون نزلت في بومرداس، قريت في بومرداس، يعني خدمت في بومرداس ثاني كما راكم تشوفوا. شو هذيك الجامعه الاولانيه اللي دزنا عليها اسمها لينيم اللي قريت فيها انا، ابخي هذه اللي غير ما دزنا عليها واسمها لياناش. وهنايا الهباطيه تاع البحر وتاع الفروند مار، يعني ما كاش اللي يسكن في بومرداس وما يعرفش هذه الكوتي. حبيت نصور لكم هكا باش تستمتعوا يعني وتعيشوا يعني اللحظه تحسوا، ان شاء الله تحسوا واش حسيت انا. والمالوغ سيكو كان الحال، شوفوا السما كيفاش راهي، يعني السما كانت قري، كان الحال مغيم، كن شغل روحنا على ربي رانا نقولوا ان شاء الله برك، ان شاء الله ان شاء الله برك ما طيحش الشتا، باسكو على بالكم اليامات اللي فاتوا كاع كانوا شتا شتا شتا. وانا شغل حصلت كل ما نحب نخرج نحوس الشتا ما تساعد، ما يساعدنيش يعني الحال. سي فري كون دي بلاصي بالطوموبيل، مي انا شغل جامغي بيا نروح نتمشى. لامي راني عاودت وريت لكم، شوفوا راني على بالي لي سكنوا في بومرداس يعرفوا هذه البلاصه. راني في بومرداس، راني اكزاكتومون في صفحه تاع بومرداس، ياسين راه داير حاله بالبكا عبالكم نشرح لكم البلاد. عندي واحد عندي بزاف 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 لي سوفونير، سواء في البحر هذا ولا الهيكا في الكورنيش ولا في الحديقه النصر الفوق في الجاردان اللي راني سكنوا هناك وقت لكم يعرفوها. عندي بزاف بزاف لي سوفونير هنايا، شغل ميم راجلي ثاني تيك عنده بزاف لي سوفونير هنايا، عندنا دي سوفونير اونصومبل. دونك كيما قلت لكم انا وراجلي عندنا بزاف ذكريات شابين، دي سوفونير بزاف بزاف حايلين هنايا في هذه البقعه. دونك غير دزنا لبومرداس قلنا ما كيفاش ما ندوزوش عليه. شوفوا جماعه البحر كيفاش راه شباب، ماما شباب شباب راه مهول، مي شباب يعني بالنسبه شغل في الشتاء نحبوا هكا يكون شباب. جيسبر بيان تكونوا تسمعوني بيان، وكاين شويه هكا حركه تاع غاشي شوفوا. واو واو واو. المهم البنات اللي يسكنوا بومرداس يقولوا لي في لي كومونتير هكا باش نعرف الا عندهم متابعين بومرداس. بالخصوص يعني انا بنت بومرداس، بالنسبه بالك متابعين جداد اللي ما يعرفونيش ولا انا بنت بومرداس، دونك هذه البلاصه مميزه كما يقول لك بزاف بالنسبه ليا. شوفوا السمك شراهي، والله ما على بالي اسكي يكفيني الوقت نطلع لوت نهار الجاردان، الا كفاني الوقت راح نصور لكم فيها ثاني.
البنات سي بون خرجنا من البحر ما طولناش بزاف كما قلت لكم كان الحال مغيم وقفنا تحت من الشطه. كنت حابه نطلع للجاردة ولكن الله غالب وهنايا رحنا باش نتغداو مالك كان الحراره طال باسكو حنا مخرجناش بكري من الدار. خرجنا تقريبا 12 هكاك وهنا كان تقريبا 3 ورحنا ناكلو. انا رحنا من جويه على ليكيا بالنسبه للناس اللي يسكنوا في بومرداس يعرفوها تما عندكم غير لي ريستورون شابين عندكم الشوا عندكم هذاك اللي يدير اللوبيا هذاك اللي هو اللوبيا كاين كل خير. شوفوا بالنسبه للناس المتغربين سورتو اللي في الماريكان الحاجه اللي يتشاهوها اكثر اكثر يعني انا شخصيا صرا لي هذا الشيء هي الماكله يعني البيتزيريا ولي ريستورون ولي فاست فود تاع الجزائر ما تلقاوش كيفهم يعني في الماريكان لي بلا لي ساندويتش لي تاكوس لي بانيني الجرانطيطا البيتزا كلش 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 يعني سبيسيال في البلاد. وحنا كيما نقول لك انا نفرصوا الماكسيموم يعني كل ما نخرجوا نروحوا ناكلوا. وهنايا هاو لك صورت لكم يعني اسم تاع ريستورون وكيفاش يعني الاسم ديالو هنايا مقدر جيب قلت لهم الصبر يجيب كلش ونصور والله ما بقى ما قدروش يستناو كانوا جيعانين. دونك كوموندينا زيتون وبوري هذاك الحميس والمطلوعي مدو لكم وصالاد وشوا يعني لحام كبده وشيش كباب هذاك انا اللي دومونديتو شيش كباب باسكو كنت في الجزائر كنت ناكلو بزاف. قلت لكم سي بوغ سا صورت لكم كل حاجه وحدها كنت حابه نصور لكم كلش ولكن هما ما قدروش يستناو كانوا جيعانين غير لحقت هذيك غير لحق البلا الاول اكلا والحمد لله كلينا ورانا نسيو كما قلت لكم الماكسيموم انه نحيو الوحش تاع الماكله في البلاد. البنات كما راكم تشوفوا راني دخلت للدار الله غالب ما قدرتش نطول مع الشتا الله يبارك الله يبارك الله يبارك طاحت خير كبير 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 كما يقول لك الحمد لله على النعمه هذه. ما على بالكم بيان سيغ انا ما ساعدنيش الشتا هذه شغل كما قلت لكم ما قدرتش كاع نبوجي ما قدرتش نحوس كيما كنت حابه سي فري كوراني ندي بلاصي بالطونوبيل مي انا ماذا بيا هكا ماشي غير بالطونوبيل بالطونوبيل كاين بلايص هكا ماذا بيا نروح نمشي لهم ابيي ونحوس فيهم. راكو على بالكم كما قلت لكم انا حابه نفيزيتي بزاف بزاف بلايص وطيرتك ما عنديش وقت بزاف قدامي ولازم نبروفيتي. دونك واش نقول لكم جيسبر بيان يا مثل جايه تصحى شي الحاله تخليني برك نحوس فيها تعاود تلفروني شتا معليش كيما قلت لكم انا ولا ما ديك المغربيه نجي في الصيف على بالكم بلي ما كاش كيما التحوا ما كاش كيما الصيف هكا التحواس النهار طويل سخانه شميسه بيان مي الله غالب على بالكم شغل جيتي اوبليزي نجي في هذا الوقت ان شاء الله ان شاء الله الا كتب ربي العام الجاي انجو في الصيف ونتمتع بالصيف في البلاد. شوفوا البنات راه الحال هايل 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 راني في البالكون هنا راني في تيزي وزو وشوفوا المنظر المنظر بزاف شباب وان شاء الله من بعد كي تظلم الحاله نزيد نصور لكم باش تشوفوا المنظر في الليل وشوفوا هذاك هذاك راه باش راكم تشوفوا فيه هذا هذا باش الى واد ولا سد ولا راه معمر الله يبارك هكذا اما هكا اما يتعمروا البراجات و وكلش ويولي عندنا الماء في البلاد راكو على بالكم المشكل تاع الماء في البلاد فوالا لي زامي اجواء بزاف 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 شابه هايله وهنايا البنات شوفوا شوفوا في السهره واش كليت على بالكم كان عندي اكثر من عامين ما كليتش زلابيه وكنت متوحشه تعب بزاف وهنا راجلي جاب لي زوج انواع جاب لي هذيك الرقيقه وجاب لي هذه المارون الخشينه عباكم كيفاش دخلنا عليهم كيفاش دخلنا عليهم ما نحكي لكمش وهادو وخلي كاين بزاف حوايج يعني كنت متشاهيتهم بزاف وشريتهم كيما الميلفاي كيما البتيبان تاع البلاد كيما الباتيسري كيما المحاجب كيما المسمن كيما الخفاف بزاف بزاف حوايج وبهذه لافي شابه لي زامي وشتا نلحقوا نهايه الفيديو ما حبيتش نطول لكم بزاف بزاف فيه باش ما تكرهوش وباش يجيكم خفيف الى عجبكم اكيد خلوا له لايك وخلوا له كومونتير وبارطاجيو مع اصحابكم واحبابكم وتهلاو في روحكم بزاف بزاف ونتلاقوا في فيديو واحد اخر عن قريب ان شاء الله. باي باي.